بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الفقرة التي سنتابع من خلالها بيان لي ريكومبخوندر. على كل حال، أنا درست هذا الكتاب في السنة الثالثة ابتدائي، طبعا في بداية الثمانينات. تنعرف بأن تكون بعض التغيير في المقررات إلى غير ذلك، إذا هو مخصص للمرحلة الأولى. إذن طبعا كنا قد بدأنا فيما سبق بهذا الدرس الأبجدية الفرنسية، هي تبتدئ بحرف أ. سنرى هذا الدرس الذي قبله ثم نكمل الكتاب بشكل عادي. إذن عندنا هنا كما نلاحظ هنا عندنا إي أو. إذن طبعا هذا الكتابة المتقطعة، هنا بالكتابة اليدوية. إذن طبعا كما نلاحظ، هذا رأينا في المسابق، رأينا حرف إي. إذن كما قلنا بأن حرف إي يكتب بهذا الشكل. ثم عندنا حرف أو. طبعا حرف أو يكتب بهذا الشكل. إلى غير ذلك، تماما كما في كلمة جولي. إذن تنشوفوا كلمة جولي كيفاش تكتب. إذن عندنا جي اللي كنا شفنا من قبل، جي، وليس جي اللي كنا ذكرنا. طبعا ذكرنا فيما سبق بأن حرف الجي ممكن أنه ينطق كجي هكذا، وممكن يعطي الصوت جا. قد طبعا يعطيه هذا الحرف، لكن هذا الحرف يسمى حرف جي، يعني ما عندناش حرف قا. إذن كما قلنا عندنا حرف جي ثم عندنا أو. طبعا جي مع أو تعطي الصوت جو. إذن عندنا هنا سيلاب، هنا إن سيلاب. إذن عندنا مقطع لفظي ينطق دفعة واحدة، إذن نقول جو. ثم عندنا هنا لي، الإي لي، ثم نجمع الكلمة نقول جولي. إذن جولي. إذن كتابة كلمة جولي مقصود بجولي هي جميل، كما سنرى مع هاد الجملة. إذن عندنا هنا حرف أو، أو بليتو، أو بالأحرى لفويال أو، لفويال ولي كونسون تدخلوا في ليزالفابي. طبعا ليزالفابي هي الأبجدية، تضم لفويال وتضم لي كونسون كما قلنا بحال جي، بحال ال، بحال بي، الى غير ذلك، بحال ان. اما اي او اي او ا اي غريغ اي، هادو كلهم سوسون دي فويال، هادو صوتيات. كما قلنا عندنا ا او اي، ماشي اي اي، هاد اي هي الجمع بين هاد او وبين اي. تنعملوا بالشفتين ديالنا، تندوروا الشفتين ديالنا بحال غنطقوا او، يعني تبقى لنا غير نخرجوا الصوت او، ولكن تنطقوا اي فتنحصلوا على الصوت اي. اذا كما قلنا عندنا ا او اي اي، ثم عندنا اي غريغ، ثم
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثم أ ثم حرف أ. إذن هادو سوسون دي فويل وما تبقى سوسون لي كونسون، يعني هادوك أحرف صامتة، والجمع ديال هادو مع الآخرين تعطونا لي زالفابي. لزالفابي طبعا لزالفابي نضيف اس هنا مادام اننا نتحدث عن الجمع. لزالفابي مقصود بها الابجديه، مجموع الحروف، يعني نتكلم عن لي فويال ونتكلم عن لي كونسون. اذا كما قلنا عندنا او اي، اذا كما تلاحظوا بان او و اي هي ضمن الصوتيات. اذا او اي ثم او اي او اي 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 ثم اي ثم او 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 اي او ثم او ثم عندنا هاد الجملة او الجملتين. عندنا مي، هذا رأينا فيما سبق، مي ام اي تنطق مي، ثم عندنا كاي تنطق كي، كاي تنطق كي، ثم عندنا جي او مثل هنا، اذا تنطق جو، ثم عندنا ال اي تنطق لي، شفنا ك مع اي تنطق كي، ال مع اي تنطق لي، كم عائي تنطق كي. إذن ديما ديك الكسرة. إذن أم عائي تنطق مي، كم عائي تنطق كي، أل عائي تنطق لي. إذن هاد إي ديما تجيب ديك الكسرة. إذن عندنا ميكي جولي ميكي. ثم هنا أيضا عندنا أم إي تنطق مي، لو كانت عندنا ان بعد منها اي كيف سننطقها؟ طبعا سننطقها مي. ولو عندنا بي بعدها اي سننطقها بي، لكن هنا ما عندناش ان بعد اي بحال هنا، هنا عندنا ان بعد منها ا، ننطقها نا نا نا. عندنا هنا مي، هنا نا نا، إذن مي نا مي نا مي نا. إذن مي كي جولي مي كي، مي نا مي نا، جولي مي نا. طبعا كما قلنا بأن كلمة جولي تعني جميل، مع المذكر نحذف أه، كما عندنا هنا أنا ذكرنا حدي في أه. ميكي هذا اسم قط، ميكي هذا اسم قط، إذا نتكلم عن ميكي اسم قط مذكر، إذا طبعا جولي سنحذف هاد أه. هاديك أه بحال ديك التاء المربوطة في اللغة العربية، وهذه غنشوفوا منها أمثلة كثيرة، غيجي الوقت وغنذكروها. طبعا نتكلم عن الصفات، لحقاش هنا راح نتوصفوا ميكي بأنه جولي، وتنوصفوا مينا بأنها جولي. إذا مادام حنا تنوصفوا مينا اللي هي مؤنث بأنها جولي بأنها جميلة، طبعا نضيف هنا أ، نقول جميلة، إذا سنضيف هاد أ، كأنها تماما مثل التاء المربوطة في اللغة العربية. إذا كما قلنا مينا جولي مينا.
ثم عندنا هاد أي التي رأينا فيما سبق. هل تتذكرون هاد أي؟ ذكرنا هاد أي. وقلنا بأن ليست وحدها، من تنطق بهد الشكل تنطق أي، بل حتى أعطي تنطق أي. شنو اللي يخلينا نفرق بيناتهم؟ طريقة وسياق الجملة. المعنى ديال الجملة هو اللي غيخلينا نميزو واش هادي ولا هادي. عندنا هنا أي، يعني المقصود بها هو، يعني نتكلم عن واو العطف، فلان وفلان. إذا عندنا هاد أي المقصود به هو. غنشوفو هنا، غنستعملو هاد أي مع لي فويال، مع الأحرف الصوتية. عندنا هنا مثلا إي أي أو، إي أي أو المقصود بها إي و أو، إي و أو، كما نقول الياء والواو مثلا. ثم عندنا هنا، عندنا هنا أو أي إي، او اي ما تنقولوش اي، اي تنطق هكذا اي اي، او اي اي، او اي اي. ثم عندنا هنا اي اي او، ما نخلطوش بين هاد الجوج، لا نخلط بين هاد النطقين. هنا عندنا اي وهنا عندنا اي اي، اذا اي اي او. ثم عندنا او اي اي، او اي اي، اذن او و اي، اذن او اي اي. هنا ماذا عندنا؟ شنو عندنا هنا؟ اي اي او، اي اي او. ثم عندنا او اي اي، او اي اي. ثم نسرع او اي اي، او اي اي. إذا نتدرب على هذا الأمر. ثم عندنا هنا في النهاية إي إي أي أو، إي أي أو، إي أي أو، إي أي أو. إذا عندنا إي وأو. ثم ننتقل إلى الكلمات أو الأسماء. عندنا هنا مينا أي ميكي، مينا اي ميكي، مينا اي ميكي، فوالا سي مينا اي فوالا سي ميكي، مينا اي ميكي، مينا اي ميكي، مينا وميكي. ثم نكمل الجملة. طبعا هنا نتدرب على جزء ربما من الجملة، مثلا مينا اي ميكي جو جو انسومبل مثلا. مينا اي ميكي مثلا جو انسومبل. يعني ان مينا وميكي يلعبان او يلعبون، هذه غنشوفها في الافعال. اذا هنا ممكن ان تعني يلعبان كما عندنا هنا، وممكن ان تعني يلعبون. جو يعني انهم يلعبون او يلعبان، انسومبل انسومبل كما نقول جماعه، يعني انهم يلعبون مجموعين. طبعا عندنا هنا مينا إيميكي، إذا ممكن أن هاد الكلمات تكون جزء من جملة. اللي تهمنا هنا عندنا مينا إيميكي. ثم شنو عندنا هنا؟ عندنا مينا مينا. أتمنى أنكم تكونوا تنطقوا هاد لي سيلاب. إذا عندنا إم إي تنطق مي كما ذكرنا، ثم إن أ تنطق نا، إذا عندنا مينا مينا. ثم عندنا هنا اي، فيما نشوفو اطي تنطق مباشرة اي،
قبل قليل كتبنا كلمة لزالفابي لزالفابي. لاحظ هنا أوتي نطقات لنا أي، يعني عطاتنا هذا الصوت ديال أي لزالفابي في الأخر ماشي تكون في الوسط، أن هاد أوتي تعطيني الصوت أي. إذا عندنا هنا مينا أي ميخو، ثم عندنا مينا أي ميخو، مينا أي ميخو، مينا هو ميخو. طبعا عندنا مي ثم عندنا غو، إذا ظاهر بأن هذه ظاهر بأن هذا حرف إر غو. طبعا كلتا نطقو رو، كلتا نطقو إر، وكلتا نطقو إغ، كلتا نطقو إغ. غالبا الكثير من الأفارقة أنهم ينطقون هاد إغ ينطقونه إر، وحتى في مناطق أخرى ينطقون هاد إر. على كل حال طبعا كل شخص ينظر النطق الأسهل له. بالنسبة للفرنسيين ينطقونها إغ إغ، إذن يقولون ميغو ميغو، تكتب هذا الشكل ميغو. طبعا رأينا من قبل إم إي مي ثم إغ تكتب بهذا الشكل بهذا الشكل، إذن ثم هكذا ميغو. إذن نعيد مي ثم إغ ثم أو، إذن ميغو. الكلب اسمه ميغو. عندنا هنا مينا إي ميغو، مينا إي ميغو. إذن في صورة أخرى ممكن تكون عندنا مينا هو الكلب ميغو. إذن نكمل مع الأحرف أو مع ليفويل يعني الصوتيات. عندنا كما رأينا في المسابق إي ثم أو، إي أو أو، إي إي أو أو أو، إي أو إي أو، إي إي أو أو، إي 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 أو. ثم عندنا هد اللي في الأسفل كما تلاحظون، عندنا حرف إي ثم حرف أو ثم حرف أو. طبعا كتبنا هد الأحرف ثم مرة أخرى حرف إي، إذن أم إي أو أو إي، ثم مي مي، ثم مي. كما قلنا عندنا ام ثم اي ثم ام و او، كما عندنا هنا مو مي مو، ثم ام و او تنطق، ثم ام و او تنطق مو. اذا نكتب مو. إلى غير ذلك، مرة أخرى مي هكذا، ثم عندنا غو غو، إذن عندنا مي غو. إذن عندنا المقطع اللفظي لا سيلاب غو، لا سيلاب غو. طبعا عندنا هكذا كده، إذن عندنا حرف إغ. ثم عندنا مينا 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 كما رأينا في المسابق، ثم عندنا مي 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 مي، ثم عندنا كلمة ميغو ميغو، عندنا كلمة ميغو.
إذن ميرو. حاول إن شاء الله أن تكتب هذه الأحرف وتتدرب عليها، ثم تعيد هذه الجمل تكتبها طبعا بشكل جيد، وعلى أمل أن نلتقي في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.